فيديو النهاردة حقيقي مميز لأنه عن أسد قوي، أسد عظيم، أسد شجاع. أي مكان رجله كان بتروح له كان بيحصل فيه موت وهلاك. هنرجع بالزمن دلوقتي لورا شوية وبالتحديد لسنة 1982 وهنطير لقلب أدغال أفريقيا للمنطقة الشمالية لدولة بوتسوانا واللي فيها سافوتي وبالتحديد برضو متنزه تشوب الوطني. بس يا محمد قفشتك، ما دام سافوتي وبوتسوانا وأسد عظيم يبقى أنت هتتكلم عن سيكاكاما، صح يا محمد؟ صديقي الإنسان أسد النهاردة أقوى من سيكاكاما وأشرس وأعنف. بغض النظر صديقي يعني إن أنا كمان قايل لك هنرجع بالزمن لسنة 1982، يعني كان جدود سيكاكاما لسه ما اتولدوش. يلا بينا ما نطولش في المقدمة ونبدأ الحكاية على طول، بس زي ما احنا متعودين صديقي الإنسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من سلسلة أساطير الأسود. زي ما قلنا هنرجع لثمانينات القرن الماضي في قلب سافوتي بوتسوانا، هنرجع لليالي افريقيا المرعبه المظلمه وتحديدا للفتره اللي ما كانش بيعيش فيها اي اسد في امان. كانت المنطقه كلها رعب ومليانه اضطرابات في ساحات القتال الخفيه. الضباع كانت زي اشباح تحت ضوء القمر، ودي كانت اقوى فتره للضباع في تاريخهم كله. بالبلدي كده كانوا معلمين الاسود الادب، او بالمعنى الادق كانوا بيعذبوهم. جماعه الاناث الاشهر في المنطقه واللي كان بيحكمها ذكرين اسود، كان جيرانهم في نفس المنطقة عشيرة ضباع قوية وفتاكة بتحكمهم ملكة ذكية وكانت في نفس الوقت جشعة. وكلنا عارفين الضباع والأسود بيكرهوا بعض قد إيه. الضباع في الفترة دي ما كانتش بتزعج الأسود بس، لا ده كانت الأسود بتصطاد والضباع تهجم تاخد منهم الأكل. مش بس كده كمان، الموضوع اتطور وما بقاش منافسة على الأكل، بقى مين هيفرض سيطرته على المنطقة كلها ويكون الحاكم الفعلي ليها. وكأن الضباع في الوقت ده كانت بتاخد بترها من كل الأسود اللي عاشوا قبل كده، وفعلا قدروا يعملوا كده. وذكور الأسود في الوقت ده كانت لا حول لها ولا قوة، والإناث فقدت ثقتها فيهم وفي نفسها. عشان كده لما اللبؤة الكبيرة والصيادة الخبيرة ماتسومي كانت حامل في أشبالها، خدت نفسها بعيد عن الزمرة وعن عيون الضباع وراحت على التلال عشان تخلف أشبالها التلاتة، وفعلا خلفته. وكانت كل فترة بتغير المكان عشان الضباع ما تشمش ريحتها وتيجي وتقتل أشبالها أو تدخل معاهم في معركة شرسة هي في غنى عنها. وفي نفس الوقت ملكة الضباع هي كمان خلفت أنثى وهي اللي هتبقى الوريثة للملكة، ودلوقتي هي أميرة العشيرة وكله بيخدم عليها لحد ما تكبر. واللبقة ماتسومي كان عليها عبء كبير انها تحمي وتربي وتصطاد وكمان ترضع. وبعد ما الاشبال وصلت لسن 15 يوم امهم نقلتهم تاني عشان الضباع ما تشمش ريحتهم في الجو، وماتسومي في الوقت ده خرجت عشان تصطاد وللاسف قابلت كوبرا مصريه وعضتها. ولان المصائب لا تاتي فرادا صديق الانسان، فكمان الضباع عرفت طريق التلات اشبال وقتلتهم وبقت تلعب بيهم. وماتسومي دلوقتي ضعيفة لأن سم الأفعى بيجري في دمها وبتحاول على قد ما تقدر إنها تقاوم السم، لكن بيظهر ليها الضباع اللي بيتجولوا في كل مكان وبيهاجموها وفعلا بيقتلوها وياكلوها. وشافوا باقي جماعة الإناث كانت بتصطاد، هاجموهم وخدوا منهم الفريسة على الجاهز، وكمان دلوقتي بقوا يهاجموا الإناث، واللبؤات ثقتها في نفسها بقت شبه معدومة وبيهربوا لأي مكان حتى لو فوق الأشجار. وفي الفترة دي الضباع قتلت لبؤات كتير وكلوهم وكانوا بيلعبوا بيهم وبيمثلوا بجثثهم. حتى الذكور الكبيرة المسيطرة الضباع كانت بتجري وراهم وتضايقهم، والأسود كانت بتخاف تدخل معاهم في خناقة وبيتجنبوهم تماما. على الجانب التاني بقى الملكة كانت نفوذها بتزيد وقوتها وجيشها بيكبروا وبقوا هم الملوك في المنطقة، وكمان الأميرة بنتها بتكبر وبيعدوها إنها تبقى خليفتها. الأسود في الفترة دي عاشت في الذل 3 سنين كاملين، وفي ناس منهم هربوا وسابوا المكان للضباع اللي ما بقاش فيه أي حاجة قادرة عليهم، لحد يوم 9 إبريل 1985 وده اليوم اللي دخل فيه مانديفو وأخوه الصغير انتواديميلا، واللي معناها بالسواحيلي أو باللغة المحلية إنه الأسد اللي بيعيش بالنار والقتل. الأخين فعلا دخلوا حديقة سنترال برايم اللي فيها زمرة الأسود الضعيف، وأول ما الأخين دخلوا الأسود المسيطرة هربوا وسابوا الزمرة، والإناث كأنها ما صدقت وجريت على الذكرين الجداد اللي شكلهم كان شجاع وقوي. الأخين كانوا لسه ذكور شابة وخبرتهم المفروض إنها قليلة، لكن حصلت حادثة في الوقت ده أثبتت إن في ملك قوي ظهر. لما الضباع كالعادة مسكوا لبؤة أو حصروها وكانوا عاوزين يقتلوها، وقتها ظهر ميلا وكله ثقة بنفسه وقوة، جرى كل الضباع وأنقذ اللبؤة، ومن وقتها الأخين كسبوا سمعة كبيرة. ومع مرور الوقت ميلا كبر وتزوج مع الإناث، وده اداله ثقة أكبر وأكتر. وكانوا بيعملوا دوريات ومقسمين الأدوار بينهم، الذكر الأكبر مانديفو بيعمل دوريات حراسة على المنطقة ضد أي ذكور جوالة، وميلا كان مع جماعة الإناث بيحميهم ويصطاد معاهم، وفي الفترة دي رجعوا يصطادوا الجاموس، وجماعة الإناث استعادت جزء كبير من قوتها. في نفس الوقت عشيرة الضباع كانت بتتفرج من بعيد، لأن الملك الجديد كان قوي، ومش عاوزين يجازفوا ويقفوا قدامه، ومستنيين أي خطأ يقع فيه. عشان بعدها بشهرين فعلا ميلا يواجه اختبار صعب جدا وهو ذكر فيه الغضبان وبيطارد اللبؤات وهيقتل كمان الاشبال. ميلا بيتصرف تصرف غريب وذكي في نفس الوقت، وهو انه بيستدرج الفيل لحفر مائيه، وفعلا قدر انه يستدرجه لحد هناك عشان يغرس فيها الفيل، وبيهجم عليه ميلا ومعاه باقي اللبؤات وبيقتلوه، وكمان بيبقى وجبه بتكفيهم لاسابيع.
دلوقتي الميزان اتقلب، زمرة الأسود هي اللي بقت قوية وبتاكل ومحدش بيقدر يقرب من أكلها، وفي الجانب التاني الضباع بقت مضطرة تصطاد نفسها لأن الخدامين واللي كانوا بيسرقوا منهم على الجاهز مش هيقدروا يقربوا منهم دلوقتي. وفعلا بتقرر ملكة الضباع إن العشيرة تطلع تصطاد حمار وحشي، والأول مرة بتاخد معاها الأميرة الصغيرة عشان تتعلم من أمها. وفعلا بيهاجموا قطيع حمير وحشية وقدروا يفصلوا أم وابنها عن باقي القطيع، وهاجموا الحمار الصغير وقتلوه، لكن هما بياكلوه في أمان الله بتحصل مفاجأة هتغير كل حاجة. بيظهر ميلا وهو راجع من دورية حراسة. ميلا دايما كان مستعد للضباع، وفعلا بينقض على الام الملكة بتاعتهم وبيعضها في رقبتها وبيكسر عمودها الفقري ويروح عشان يكمل على الباقي. ميلا دلوقتي مش بيهاجم عشان الاكل، ميلا بيهاجم عشان يقتل وبس. وفعلا الملكة ظهرها اتكسر وجالها شلل تام ومش قادرة تتحرك، وبعد وقت قليل بنتها الاميرة بتلاقيها، لكن بعد ما كانت ماتت خلاص. موت الملكة عمل خوف واضطراب في العشيرة كلها، وكل الاناث دلوقتي عاوزة الحكم وبيتصارعوا على الاقوى. الأميرة لسه عضو معاهم في العشيرة لكنها بقت أقل من أي ضبع، لدرجة إن الأشبال التانية بتضربها. وبعد وقت بيختاروا أم جديدة علشان تبقى ملكة عليهم، وكانت واثقة من نفسها وقررت ترجع أمجاد الماضي، وجمعت كل أفراد العشيرة وقالت لهم يلا عندنا طالعة من بتوع زمان، وبدأت فعلا تضايق اللبؤات، واللبؤات للأسف رجع الخوف يضرب في قلوبهم من تاني. لكن في الوقت ده الكل بيسمع صوت مسعور جاي من الأدغال، صوت زئير الملك ميلا بيضرب في ودان الضباع كلها، ميلا اللي بيعيش بالنار والقتل، ميلا قاتل الضباع. مع ظهور ميلا اللبؤات بتتجرأ وبتهاجم الضباع معاه، لكن دي معركة ميلا، ميلا بيعيش عشان يقتلهم. عدة سريعة على الرقبة بتكسر الرقبة والجمجمة، ماتت الملكة الجديدة للضباع. ميلا واخوه حكموا المنطقة لمدة 4 سنين، وميلا لوحده قتل اكتر من 36 ضبع، منهم 20 ملكة، تقريبا كان تخصص ملكات. ميلا كان عنده كره غير طبيعي للمخلوق اللي قلل من قوة الاسود، وهيعمل اي حاجة عشان يقتلهم. وفي فترة حكم ميلا الضباع اختفت من المنطقة كلها، وكان بيطلع مع اللبؤات في رحلات صيد عشان الروح المعنوية تزيد، وفعلا اصطادوا كل حاجة، اصطاد التمساح وفرس النهر والعجول والجاموس الوحش. ميلا كان اسد قوي وشجاع ومهيب، مجرد ما يقرر انه يأتي المنافس كان بيحصل له الهلاك في ساعتها. كمان ميلا كان بيحب كل اسود زمرته بما فيهم الشباب اللي المفروض يطردهم. واحد من حراس الحديقة قال على ميلا انه كان بيعيش كل ثانية من حياته بشجاعة كأنها اخر لحظة في حياته هيعيشها، وانه كون جيل جديد من الاسود، جيل قوي وعنده ثقة في نفسه. لكن مع مرور الوقت ميلا واخوه سنهم كبر ووصلوا ل 12 سنة، وزي ما احنا عارفين ان ده سن كبير للاسود في البرية وسط المعارك اللي بيخوضوها، عشان في الوقت ده يدخل منطقتهم تحالف اسود شباب جديدة اصغر منهم وفي عز قوتهم ويطردوهم برا المحمية. وبعدها باسابيع قليله بيتقتل ميلا واخوه على ايد صيادين امريكان، وممكن يكون جلدهم متعلق دلوقتي على اي بيت من بيوت امريكا، وممكن برضو يكون الملكين ما عندهمش فكره عن حياه الاسدين والمعارك اليوميه اللي دخلوها، وانهم اسدين رجعوا هيبه الاسود لكل اسود بوتسوانا. ومن العار ان اسد اسطوري وخارق كان بيخاف منه الكل زي ميلا يتقتل على ايد صيادين كل همهم اللقطه والشو. سنة 1992 كان ميلا كسب شهرة عالمية لما اتعمل عنه فيلم وثائقي انتجته ناشونال جرافيك اسمه الاعداء الابديون، واللي كان بيحكي المعارك الابدية بين الضباع والاسود. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من سلسلة اساطير الاسود. ايه اكتر جزء شدكم او عجبكم في حكاية الاسد ميلا؟ اكتبولنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.